البحث عن سبل إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في معترك الحياة المهنية وتفعيل دورهم داخل المجتمع هو الهدف الذي تعمل الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيقه. وفي مدينة بنغازي اجتمع رؤساء فروع الرابطة من طرابلس والمرج وسبها وزليت ومصراتة وترهونة وسرت والشاطي وسهل الغربي وابن وليد ومرزق ووادي الحياة وجدابية وتورغة. الاجتماع خصص لاستعراض عمل الروابط والبرامج التي تم إنشاؤها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والتخلص من الصعوبات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا وضع خطة عمل ناجعة لتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي لهذه السنة. الحدث هو الاجتماع الأول لرابطة العمل السياحة في ليبيا ومسار الحروب المغرب ليبيا، واللي انضمت 19 من بلدية حضروا إلى مدينة بنغازي، وذلك لوضع خطة العمل الخاصة بهذه الفئة لعام 2021. ونأمل أن يكون عام 2021 في ظل تشكيل حكومة وطنية جديدة عام خير وعطاء، وأن نتمكن من تحقيق بعض الحقوق مثل التشريعات الليبية والدولية، خاصة أن ليبيا بلدي أصبحت جزء لا يتجزأ من الدول الأطراف. تشير العديد من الأبحاث إلى أن مشكلات صاحب الإعاقة الحياتية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في حد ذاتها، بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم.